أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أبنائي وبناتي، محاضرة اليوم نتحدث فيها عن موضوع مكمل للموضوعات الأخرى التي تناولناها في هذا المقرر، التعامل مع الآخرين. أتصور نقطة في غاية الأهمية، كيف يمكن تحقيق أهداف المنظمة وأهداف العاملين فيها والمحافظة أيضا على أهداف المجتمع دون اصطدام مع الآخرين. التعامل مع الآخرين dealing with others، كيف يمكن أن يكون هذا التعامل في إطار القواعد الشرعية؟ ونحن كمسلمون ولله الحمد عندنا آيات قرآنية كثيرة جدا وأحاديث عديدة تأمرنا بأن نكون على أفضل وضع فيما يتعلق بعملية التعامل مع الآخرين. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إن أحاسنكم إلي، إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. صدق رسول الله عليه وسلم. الدين المعاملة، أي واحد فينا يعامل الآخرين بشكل جيد فهذا من الإسلام. لا يصح أن يكون التعامل، وهنا أقصد مع البشر، مع المسلم وغير المسلم. تخيلوا أننا بالفعل هذه النقطة الجوهرية، لو كل واحد فينا أعطاها شيء من التركيز، شيء من الأهمية، كيف يتعامل مع الآخرين؟ وهل نحن بالفعل نحتاج إلى هذه الظاهرة وهذه القيمة العظيمة التي يجب أن تتوفر في مؤسستنا، في مجتمعاتنا؟ لو قدرنا بالفعل نحسن التعامل الآخرين ربما تغير عدد الذين يدخلون في الإسلام. نحن كمسلمون مطالبون أن نحسن التعامل لكل البشرية وليس المسلمين فقط. تعالوا كده نشوف محاضرة اليوم فيها عدة نقاط أساسية من خلال هذه المحاضرة. نرى أن هناك سبعة محاور أو سبعة نقاط أساسية. النقطة الأولى تتحدث عن الفرد والمجتمع، كيف يمكن التعامل بين الأفراد وبعضهم البعض، وبين المجتمعات وبعضها البعض. وإذا كان هناك تعامل حسن، ما هو رد الفعل الإيجابي؟ ده النقطة اللي بركز عليها حقيقي، الهدف الأساسي من هذه المحاضرة. ما هي الآثار الإيجابية لهذا التعامل الجيد، هذا التعامل الفعال؟ حديث آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذن كيف يمكن لكل شخص فينا أن يحسن التعامل مع الآخرين كأفراد وكمجتمعات؟ النقطة الثانية تتحدث عن الجماعات وأثرها على الفرد. من ضمن هذه الأشياء، كيف تؤثر الجماعة في الأفراد، في أفرادها وأفراد المجتمع؟ وهل هذه الجماعات لها تأثير على المجتمع وعلى أفراد المجتمع وعلى أفرادها بالتحديد؟
وهل الفرد أيضا له تأثير على الجماعة؟ نقول لك نعم، الإجابة بالإيجاب، كل فرد فينا له تأثيره الواضح على الجماعة التي ينتمي إليها وعلى مجتمعه. إذن هي عملية تأثير وتأثر، الفرد يؤثر في الجماعة ويتأثر بها. نتحدث عن النقطة الثالثة، نتناول أهم أنواع الجماعات اللي موجودة. طبعا أنواع الجماعات عديدة زي ما نعرف، نشوف أهمها. هل هذه الجماعات بالفعل، وخلوا بال حضراتكم، موجودة في كل المجتمعات، في الدول المتقدمة والدول النامية، المجتمعات الحديثة والمجتمعات القديمة، أيا كان نوع هذه المجتمعات، يوجد فيها الجماعات بشتى أنواعها ولها تأثيرها أيضا على الأفراد. النقطة الرابعة والمحور الرابع يتحدث عن أسباب تكوين الجماعات. ما هو الذي يدفع الأفراد لتكوين جماعات؟ احنا قلنا كل جماعة الهدف منها تحقيق مصالح أفرادها، وخدنا أمثلة كثيرة على هذه الجماعات، ونأخذ لها أيضا النهاردة أنواع أخرى. إذن يلجأ الفرد إلى تكوين الجماعة إذا أحس أن هناك بعض الحاجات لم تشبع لديه، في حاجات عاوزة إشباع، عشان كده بيلجأ للجماعة لكي يمكن من خلال هذه الجماعة إشباع أو تعويض هذه الحاجات على الأقل. هنرى عدة أسباب أيضا لتكوين مثل هذه الجماعة. النقطة الخامسة، مدى تماسك وترابط الجماعة. هل بالفعل الجماعة المتماسكة زي الجماعة الضعيفة اللي فيها قلة ترابط؟ وهل احنا من المطلوب الجماعة فعلا تكون قوية ومتماسكة، ولا ضعيفة ومفككة؟ أيهما أفضل؟ وما هو التأثير الإيجابي أو السلبي لهذه الحالة في الجماعة؟ التماسك أو التفكك؟ أتصور أن احنا أيضا عندنا آيات قرآنية وأحاديث كثيرة تحثنا على الترابط وعلى التماسك، واعتصموا بحبل الله جميعا. احنا كمسلمين مطالبون نكون قوة، ودائما في القوة العزة والكرامة على المستوى الفردي وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول. لا يمكن أن يحدث تقدم في المجتمع أو في الجماعة أو في المنظمات التي ندرسها إلا إذا كان هناك فيه ترابط وتماسك. لكن لا قدر الله لو الحالة العكس، تفكك وتشرذم وصراع زاد عن حده، يؤدي إلى آثار سلبية عديدة تؤثر على تحقيق أهداف المنظمة بالشكل المطلوب. النقطة السادسة أو المحور السادس يتحدث عن السلوك الاجتماعي. كيف يمكن لكل فرد فينا أن ينفع الآخرين؟ أن تكون هناك علاقات ود وتراحم، علاقات ترابط وتماسك بين أفراد الجماعة والمجتمع، بين أفراد المنظمة والهيئات والمؤسسات. وما هو الأثر الإيجابي أو الآثار الإيجابية إن شئنا الدقة التي يمكن أن تعود على المنظمة نتيجة هذا التفاعل الاجتماعي، التراحم والتفاعل الموجود داخل المؤسسات، داخل المجتمع. المحور السابع والأخير في هذه المحاضرة سوف يتحدث عن سلوك الفرد التفاوضي. وأعتقد إحنا مرت علينا محاضرة بعنوان التفاوض. هل بالفعل كل واحد فينا يحتاج إلى التفاوض؟ لك نعم، شيء مهم وضروري. كيف يمكن تحقيق مصالح الفرد على المستوى الفردي او على او الجماعه او او مجتمع معين او منظمه معينه دون اصطدام بالاخرين؟ وده اساس التفاوض. ما يستطيع احد لا قدر الله انه دائما وابدا تبقى حياته في صدام. التفاوض شيء مهم جدا، وده مطلب اساسي للمنظمات والهيئات والشركات
والمؤسسات الموجودة في مجتمعاتنا. لابد أن يكون هؤلاء القائمين على التفاوض زي ما قلنا من أكفأ العناصر اللي موجودة عندي في المنظمة، من أكفأ الأفراد قدرة على الإبداع والابتكار والتجديد وفهم الآخرين وحسن التعامل مع الآخرين. وده إن شاء الله بإذن الله تعالى هي آخر نقطة في محاضرتنا اليوم بإذن الله تعالى. تعالوا كده نشوف الفرد والمجتمع. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يولد عاجزا وقاصرا ولا يستطيع أن يحيا وحيدا، هذا شيء طبيعي، رغم أنه سبحان الله العظيم ولقد كرمنا بني آدم. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يسمو على كل هذه المخلوقات. يمكن أذكر حضراتكم بس وأذكر نفسي أنه بالفعل عندما كنا في المتوسط أو الثانوي علمي، الناس اللي كانوا علمي أو لذلك في المتوسط، التشريح الفسيولوجي للإنسان لا يختلف عن أدنى المخلوقات. عفان الله وإياكم الضفدعة، الأرنب، بعض الأشياء كثيرة جدا تقترب من تكوين الإنسان من الناحية العضوية، نفس الأجهزة ونفس الإخراج ونفس التكاثر، كل الأشياء تقريبا. ربنا كرم الإنسان بالعقل، ولذلك الإنسان محاسب لأنه كلف بالعقل، ميزه الله بالعقل، اداله نعمة هذا العقل، تفكير، هذا التميز. لكن هو أضعف مخلوقات الله في نفس الوقت، وعشان كده لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين. ممكن أي كائن حي يعيش لوحده ما عدا الإنسان، يعيش الفرد منذ ولادته حتى ماته في المجتمع. يعني الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، يعني لابد أن يعيش في جماعة. عشان كده أقصى أنواع العقاب عندما يصدر، يمكن احنا في العرف القبلي أو العائلة عندنا يطرد إنسان من قبيلته أو من عيلته، ده يعتبر من فترات طويلة هو عقاب يوجه إلى بعض الأشخاص لا قدر الله غير السويين، غير الأسوياء في المجتمع أو في هذه القبيلة أو هذه الأسرة، يقول لك يطرد من القبيلة عشان يحس بقيمة عائلته وأسرته ومجتمعه. إن استمرار عضوية الفرد في الجماعة يعتمد على عناية أسرته ومحافظتها على بقائه. الشيء الملاحظ أيضا إن الإنسان منذ أن يولد حتى يصبح طفلا ثم شابا ثم رجلا يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى المساندة، يحتاج إلى التوجيه. عشان كده المجتمع أو الجماعة يمارس تأثيره وحكمه في سلوك الفرد وتصرفاته من خلال المراكز والأدوار التي يلعبها هذا الفرد. سبحان الله، كل واحد فينا كل ميسر لما خلق له، أرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أذكركم ونفسي، أي واحد، أي عمل، لا أحد، أحيانا من حكمة الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا رضي بعقله مرضيش برزقه. أي حد إلا من رحم ربي رضي بعقله يقول لك أنا أعقل الناس، ما في حد أحسن مني. لو جيت سألت لا قدر الله واحد مجنون في مستشفى الأمراض النفسية تقول له أنت عاقل، ما يقول لك ده أنا عاقل وكل الناس دي هي المجنون. كل واحد رضي بعقله مرضيش برزقه. لكن المولى سبحانه وتعالى جعل لكل واحد دور في الحياة، وده اللي يهمنا. هذا الدور إذا كل واحد أداه بإتقان، حب عمله، حب دوره، سوف يبدع ويبتكر ويخترع ويستطيع أن ينفع الآخرين، وخير الناس ينفعهم للناس، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النقطة اللي تهمني إن بالفعل المجتمع
له تأثيره على الفرد وتصرفاته في أي مركز يحتله الشخص، أيا كان. إحنا قلنا حتى في المنظمات بتاعتنا دائما وأبدا قسمنا هذه المنظمات إلى 3 مستويات: الإدارة العليا، الإدارة الدنيا، الإدارة المتوسطة. في أي مركز أول ما يدخل الواحد الإدارة جديد، لسه موظف جديد، ممكن يكون في الإدارة الدنيا، بعد كم سنة الإدارة المتوسطة، بعد كم سنة الإدارة العليا. دائما وأبدا يترقى الإنسان ويختلف مركزه ودوره من مرحلة أخرى حسب العمر، حسب الخبرة، حسب الاجتهاد، حسب الذكاء، حسب الصفات الشخصية. وأيضا في كل هذه المراحل يكون للمجتمع أو للجماعة تأثيرها الواضح على الأفراد. يتم إعداد الفرد وتدريبه لشغل مركز محدد، يتطلب ذلك أن يلعب هذا الفرد دورا محددا ينطوي على أنماط سلوكية لدى المجتمع. يعني معنى كده إيه؟ إنه بالفعل التدريب مهم جدا في حياتنا. وإحنا قلنا قبل كده أبناء وبناتي، وأذكركم وأذكر نفسي، إن التدريب وسيلة وليست غاية. أنا بدرب الناس، الأفراد الموظفين عندي في الشركة، في المنظمة، في الهيئة، في المؤسسة، مش من أجل التدريب، إنما أدربهم لكي يغير من سلوكياتهم بما يحقق أهداف المنظمة. عشان كده أنا قلت لحضراتكم، إحنا في المملكة العربية السعودية عندنا هنا على سبيل المثال معهد الإدارة العامة. الهدف الأساسي من إقامة هذا المعهد العلمي هو تدريب موظف المملكة لكي نحقق الأهداف المطلوب من كل مؤسسة، من كل منظمة، نغير سلوك الأفراد بشكل إيجابي. عشان كده يولد الفرد بقدر محدود من السلوك الثابت وبقدرة على التعلم. إذن هنا من خلال التدريب بنكسب الأشخاص صفات جديدة، مهارات جديدة، سكيلز معينة، كل ذلك بما يخدم الدور الذي يمكن أن يقوم بهذا الموظف أو ذلك. النقطة التالية أيضا، أن كل المؤسسات الموجودة في المجتمع تلعب دورها في التأثير على الفرد. فالأسرة أول حاجة الواحد بيتأثر بيها أسرته، الأسرة الصغيرة. عشان كده أتصور إن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، اللبنة الأولى، الجزئية الأولى في المجتمع. إذا صلحت صلح سائر المجتمع، ولا قدر الله إذا فسدت فسد سائر المجتمع، مع الفرق في التشبيه: ألا إن في الجسد مضغة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، عافانا الله وإياكم من أمراض القلوب. إذن الأسرة هنا أول مؤثر على الفرد. يتأثر الإنسان بوالديه، أمه وأبيه، أخوته، وهكذا، كل من هو في الأسرة يتأثر به الفرد. ثم يأتي دور المجتمع والبيئة، المدرسة والمؤسسات التي ينتمي إليها الفرد بعد ذلك. إذن كل من هذه المؤسسات تلعب دور ووظيفة في تربية الفرد وتعليمه وإعداده. في النهاية لا هدف واحد. إذن الفرد لا يتكون من فراغ. عشان كده احنا قلنا قبل كده أبنائي وبناتي، إن المؤسسة أو المنظمة أو الفرد لابد أن يؤثر في البيئة ويتأثر بها، يتأثر في كل القيم والعادات والتقاليد الموجودة في الأسرة والمدرسة والجامعة والشركة والمنظمة. الأسرة لها تأثيرها الواضح منذ بداية تكوين الإنسان. ثم أيضا المدرسة، ثم أيضا المجتمع، ثم المؤسسات بعد كده التي ينتمي إليها الفرد أيا كان موقعها، أيا كانت أشكالها، لها تأثيرها الواضح في تكوين الفرد وتعديل سلوكه.
تقسيمات الأفراد في المجتمع. هي الأفراد يمكن النظر إلى هؤلاء الأفراد من عدة زوايا. أنا ممكن أقسم الأفراد من حيث معيار الجنس، رجال ونساء، وأيضا من حيث العمر، شباب وشيوخ، أطفال وأقوياء وأصحاء. إذن العمر له تأثيره أيضا كمعيار للتقسيم في المجتمع. عشان كده يقول الشباب هم الثورة في المجتمع، هم مستقبل الأمة، مستقبل المجتمع، أنتم القادرين على تغيير مجتمعاتنا للأفضل. الرقي والتقدم بمثل هذه المجتمعات التي تحتاج إلى الجهود من خلال منظماتنا وخلال مجتمعاتنا وخلال مؤسساتنا. عندنا أيضا معيار آخر لتقسيم الأفراد وهو العائلة. يمكن تقسيم المجتمع على حسب العائلات والأسر الموجودة والأسرة، هذا معيار رابع. وعندنا أيضا معيار المهنة. طبعا احنا عندنا مهن لا تعد ولا تحصى، وخلوا بال حضراتكم في هذه النقطة. يمكن احنا ما زلنا للأسف في مجتمعاتنا النامية، مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص، بنقولوا فيه مهن راقية ومهن غير ذلك. أتصور مرة أخرى الحديث اللي احنا ذكرناه في بداية المحاضرة، كل ميسر لما خلق له، كل واحد له دور. في الدول المتقدمة أذكركم أبنائي وبناتي أنه بالفعل لا توجد مهنة راقية أو مهنة غير ذلك أو مهنة وضيعة. أي مهنة من طول ما هي شريفة وبما يرضي الله فهي مهنة الإنسان يعتز بيها أيا كانت. لكن احنا للأسف غالبية المجتمعات العربية والإسلامية في الدول النامية التي نقع ضمنها ما زالت تنظر إلى المهن بشكل مختلف. يمكن عندما كنت في اليابان أرى عامل النظافة الذي كان يأتي إلى الجامعة قبل القيام بعمله أثناء حضوره من مسكنه لمقر عمله، تنظر إليه وكأنه رئيس مجلس إدارة، مدير شركة، وزير باللغة البسيطة بتاعتنا. لكن عندما يدخل مقر عمله يرتدي الزي الخاص بالعمل، يؤدي عمله كما يجب أن يكون، وعندما ينتهي عمله يرجع مرة أخرى كأنه وزير زي ما قلنا أو مدير عام. لا أبدا ننكر هذه الوظيفة، لكن احنا للأسف دايما وأبدا عندنا صحيح تطلعات كبيرة، وده حق لكل إنسان يطلع أنه يرتقي في الحركة الاجتماعي ويأخذ مركز أفضل ومهنة أفضل، لكن مفيش حاجة اسمها مهنة جيدة ومهنة سيئة، لأنه زي ما قلنا كل ميسر لما خلق له. أنا ربنا جعلني في هذا المكان وفي هذا الدور لكي أؤدي كما يجب أن يكون. وخلوا بال حضراتكم أيضا ونبهكم أيضا نقطة بغاية الأهمية، كل واحد فينا يكمل الآخر. كل واحد فينا محتاج للطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب والرجل الإداري والعلاقات عامة، كل المهن. لا يستطيع أبدا أن الإنسان يستغنى عن الآخرين. أنت بمهنتك دي بتخدم حد تاني، وفي حد تاني بيخدمك، وهكذا. كل واحد فينا بيكمل الآخر. عشان كده تعدد المهن عندنا وتقسم المجتمع زي ما أنت عاوز، محاسبين، إداريين، مدراء، أطباء، مهندسين، وهكذا، عسكريين، مدنيين، قسم زي ما أنت عاوز. كل له وظيفة، كل له مهنة، كل له دور. ثم أيضا عندي معيار آخر وهو المعيار المركز الاجتماعي، البوزيشن، الوضع الذي يحتله الأشخاص في المجتمع. وزي ما قلنا داخل المؤسسات وداخل الشركات عندنا تقسيم أيضا، الإدارة العليا والإدارة الدنيا والإدارة المتوسطة، كل واحد له دور في هذا المستوى الذي يعيش فيه، ومن حقه أيضا يعمل حركة اجتماعي ينتقل من مستوى إلى آخر. ده طبعا يتوقف على قدراته وإمكانياته وصفاته إلى آخر. سواء معيار نوع المجتمع، حتى المجتمعات يمكن تقسيمها أفراد لها، مجتمعات متقدمة، مجتمعات نامية، مجتمعات بدائية، مجتمعات متوسطة، هكذا. كل هذه المعايير في ضوءها يمكن أن يشغل الفرد مركزا محددا في أي فئة من تلك الفئات. بس خلوا بالكم، هل لا تختلف هذه الفئات
لك لا، في اختلاف، وتختلف المراكز ايضا التي يحتلها الفرد باختلاف مراحل حياته، شيء طبيعي، لأن كل الإنسان ما تقدم في عمله أصبح عنده خبرة، أصبح عنده قدرة على الابتكار، قدرة على التجديد، قدرة على الثقة، أن ينال ثقة الآخرين. عشان كده أذكركم أيضا بالمبادئ التي تنادي بها الإدارة اليابانية: الثقة والمودة والمهارة. إذن هنا الفرد يستطيع من خلال مركزه الذي يحتله أن يتطور فيه ويتغير باختلاف حياته. لسه الموظف الجديد غير الموظف القديم، غير اللي قضى 25 سنة ولا قضى 30 سنة، ولا في وظيفته، في دور الذي يمارسه، لابد أن يكون فيه نوع من الإبداع والتجديد والابتكار. لو توفرت هذه الخصائص الثلاثة زي ما قلنا، ثقة ومودة ومهارة، أتأكد بالتأكيد سوف تنجح المنظمة، سوف تنمو، سوف تتطور، وينطبق عليها زي ما قلنا على منظمة النظم كائن حي من صفاته النمو والتجديد والابتكار والازدهار. وبدل ما انا عندي فرع واحد يبقى 10 فروع، 20 فرع، بدل ما انا بنتج للسوق المحلي بنتج للسوق العالمي، بدل ما انا ما اخدتش لسه زي ما قلنا علامه الجوده، لا، ده يبقى المنتجات والخدمات اللي انا بقدمها اخذت مواصفات قياسيه عالميه كما تنتج في كل دول العالم، وهكذا. ثم نتناول بعد ذلك الجماعات واثرها على المجتمع. احنا كما اتفقنا قبل كده ومر علينا، بس اذكركم ايضا ان لفظ الجماعه يطلق على الافراد المجتمعين والمتعاملين والمتفاعلين فيما بينهم والساعين الى تحقيق هدف متفق عليه. اذا اي جماعه بكل هدف تسعى لتحقيق هذا الهدف مجتمعه نطلق عليها جماعه. وزي ما قلنا ما في حد في اي مجتمع يقول لي والله في السعوديه ما عندناش جماعات مصالح او ما عندناش جماعات ضرب او ما عندناش جماعات ايا كان نوعها، اقول له لا يا حبيبي، الجماعات لا تعد ولا تحصى، بس دورها يختلف من مجتمع لاخر حسب ثقافه وقيم والنظام السياسي الموجود في كل مجتمع. ايضا العدد الادنى للجماعه يبدا بفردين ويزداد الى مئات والاف احيانا، نعم، حسب عدد الدوله، حسب الافراد الذين ينتمون الى هذه الجماعه او تلك. ولا بد ايضا ان يكون لهذه الجماعه هدف. الهدف اللي تسعى اليه الجماعه قد يكون ظاهرا وواضحا، وقد يكون مضمرا غير صريح. احيانا بعض الجماعات للاسف حتى احنا بنقول في جماعات شرعيه وجماعات غير شرعيه، للاسف في بعض، طبعا ده موجود، خلوا بال حضراتكم، محدش يقول والله ده قاصر على الدول الناميه وغير موجود في الدول المتقدمه. اقول لك لا، كل الدول تقريبا فيها مثل هذا النوع من الجماعات، الاهداف الظاهره لهذه الجماعات والاهداف لا قدر الله غير الواضحه او غير الظاهره غير الصريحه. وفي كلتا الحالتين لابد ان يكون الهدف مفهوما لدى افراد هذه الجماعه، لانه من شروط دخول اي جماعه ابنائي وبناتي ان الانسان على الاقل لابد يعرف المبادئ التي تدين بهذه الجماعه، ثم اذا قبل هذه المبادئ وهذه الاهداف ينضم الى هذه الجماعه، واذا رفض هذه المبادئ لابد ان ينسحب من هذه الجماعه. عشان كده في حراك اجتماعي زي ما قلنا، كل الجماعات افراد بيدخلوا افراد يخرجوا وتزداد وتنقص، وده شيء طبيعي في الحركات الانسانيه بصفة عامة. اذا لابد ان نعرف انه فعلا في جماعات موجوده في كل المجتمعات، ان هذه الجماعات لها اهداف، وان هذه الاهداف قد تكون زي ما قلنا واضحه وظاهره لهؤلاء، وقد تكون للاسف في بعض الاحيان غامضه وغير واضحه اذا كانت هذه الجماعات غير شرعيه. وللاسف اتمنى ان تختفي كل الجماعات غير الشرعيه من مجتمعاتنا، لانها للاسف تاثيرها بيبقى سلبي كلنا احنا. لابد ان نحترس جدا من هذه الجماعات غير الشرعيه، الجماعات التخريبيه ايا كان نوعها ايا كانت وسائلها، لابد ان نبتعد عنها، ولابد ان نقلل من اثرها السلبيه في مجتمعاتنا في مؤسساتنا في منظمات. لا ينتمي الفرد لجماعة واحدة، شيء طبيعي جدا انه بالفعل ايه اللي بيجعل الفرد، السؤال اللي يطرح نفسه، هل الفرد يمكنه ان يقتصر على جماعة واحدة؟ اقول لك لا. يعني لو في سؤال بالفعل
هناك من يرى أن الفرد يمكن أن ينتمي إلى جماعة واحدة فقط في حياته، أقول لك لا، الإنسان فينا ينتمي إلى أكثر من نادي وأكثر من جماعة وأكثر من مركز يحتله إلى آخره. ده يرجع لإيه؟ لتنوع الحاجات التي يسعى الإنسان بنشاطه إلى إشباعها. كل واحد فينا عنده حاجات، وإحنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الحاجات وهتتميز بالتنوع والتجديد وعدم الانتهاء، كل يوم في جديد، صح ولا لا؟ زي ما خدنا في الاقتصاد، متجددة ومتعددة ولا تنتهي، والإنسان دائما يحاول يشبعها. عشان كده تتعدد انتماءاته حتى يمكن من خلال هذه الجماعات التي ينتمي إليها أن يحقق أو يشبع مثل هذه الحاجات. كل فرد يكون في العادة عضوا في أكثر من جماعة في وقت واحد. أنا ممكن أكون عضو في النادي الأهلي أو نادي الاتحاد كنادي رياضي، وكون عضو في نقابة المحاسبين، نقابة التجاريين، نقابة أعضاء تدريس، وهكذا فما شئ، وقد يكون في أيضا جماعة سياسية. بس خلوا بالكم زي ما قلنا وأذكركم ونفسي بإطار الشرعية، لابد أن تكون هذه الجماعات معترف بها من قبل النظام السياسي. أبنائي وبناتي، أحذركم من عدم الانتماء لأي جماعة غير شرعية. عشان كده هناك حتى الجماعات الإنسانية الخيرية دايما وأبدا لابد أن تأخذ موافقة الجهات الرسمية. لو نظرت إلى أي مؤسسة عندك يقول لك دائما وابدا في الاعلان عنها، في تكوينها، في تاسيسها، في وثائقها، يقول لك المشهره برقم كذا، ايا كان هذا الرقم. كلمه المشهره دي معناها اخذت موافقه الجهات الرسميه على انشائها، ان الجهات الرسميه عارفه كل تفاصيل عن هذه الجماعه او تلك، وانها تعمل في النور، تعمل لخدمه المجتمع، تعمل لخدمه افرادها، وهكذا. النقطة التالية، قد تتغير عضوية الفرد في الجماعة بمرور الأعوام، وشيء طبيعي إنه بالفعل الإنسان زي ما قلنا قابل إلى التنقل من دور إلى آخر ومن مستوى إلى آخر، في حركة اجتماعي، وده شيء طبيعي في تكوين الإنسان. إلا إن الجماعات مهما اختلفت أهدافها ودوافعها ومهما كانت علاقات الأفراد فيها، فهي تؤثر على سلوكهم وتفكيرهم وكذلك اتجاهاته. وأول مظهر من مظاهر تأثير الجماعة على الأفراد ينعكس من خلال دورها في تشكيل شخصيتهم وسلوكهم الفردي. إذن الجماعات التي ينتمي إليها الفرد لها تأثير على كل فرد ينتمي إلى هذه الجماعة. مش واحد يقول لي والله أنا انتميت لجماعة بس أنا ما تأثرتش بيها، انت مجرد انك انت وافقت على مبادئ او اهدافها هذه الجماعه قبل ان تنتمي اليها، اذا انت موافقه ضمنيه على ان تبقى عضو فاعل في هذه الجماعه، تاثرت بها، وسوف يظهر هذا الاثر على سلوكك وشخصيتك ودورك في هذه الجماعه. النقطه التاليه، انواع الجماعه. زي ما قلت لحضراتكم وذكرتكم بدايه المحاضره، هناك العديد من الجماعات الموجودة في المجتمع، وهذه الأنواع العديدة أنا صراحة حددتها في 12 نوعية من هذه الجماعات. الجماعات الأولية الأساسية، وخلوا بالكم الجماعات الأولية الجماعات الدينية، جماعات الأسرة اللي الإنسان ليس له إرادة فيها. أنا ولله الحمد طلعت لقيت نفسي مسلم من فضل الله علينا سبحانه وتعالى، نعمة الإسلام وهي أفضل نعمة، يجب أن نشكر المولى سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين. تتعدد بعد كده الجماعات الثانوية التي تكون في المجتمع، الجماعات الكلية، الجماعات الجزئية، الجماعات الدائمة، الجماعات المؤقتة. وخلوا بالكم هنا بيقسم معيار معين من خلاله يقسم الجماعة إلى هذه أو تلك. أيضا عندنا ومرت علينا الجماعات الرسمية والجماعات غير الرسمية، وشفنا في مؤسساتنا وهيئتنا العديدة بكل ما فيها من جماعات رسمية وجماعات غير رسمية، وعرفنا متى يلجأ الفرد فينا
ان هو يبقى في جماعه دائمه او جماعه مؤقته، ومتى يبقى في جماعه رسميه، ومتى يلجا الى جماعه غير رسميه. واذكركم انه بالفعل اذا لم يستطع الانسان تحقيق اهدافه او يشبع رغباته او في يشبع حاجاته من خلال الجماعات الرسميه، فانه يلجا الى الجماعات غير الرسميه. ومش عاوز حد يقول لي بعد مرت علينا هذه المحاضرات العديده في هذا المقرر انه يقول لي ما فيش حاجه اسمها جماعات غير رسميه في مؤسساتنا، وما فيش واحد يقول لي ده الجماعات الرسميه دائما هي الاساس. نعم هي الاساس، ولكن ايضا هناك جماعات غير رسميه، والقياده الفعاله زي ما اتفقنا ابنائي وبناتي لا تستطيع ان تستفيد الى اقصى درجه من الجماعات غير الرسميه. حول هذه الجماعات الى سبورت ودعم للجماعه الرسميه، بدل لا قدر الله ما يجي حد يقول لك لا ده الجماعات غير الرسميه دايما تاثيرها سلبي، اقول لك لا، ده يتوقف على نوع القياده الموجوده عندك، نوع الاداره التي تقود هذه الشركه او هذه المنظمه. ولا يستطيع اي مدير ان يمنع هذه الجماعات غير الرسميه. الكلام الصح من الناحيه العلميه انه بالفعل هذه الجماعات الرسميه موجوده وغير الرسميه موجوده، خاصه في المنظمات. ايضا عندك جماعات العمل، وعندك ايضا الجماعات الطبيعيه، ثم الجماعات الاجباريه والجماعات الحره. واحد يقول لي يعني ايه جماعات اجباريه؟ يعني في بعض الجماعات مثلا زي النقابات العماليه، ودي من الجماعات الاجباريه المنظمه كمان، وقبل كده احنا خدناها ابنائي وبناتي من امثله الجماعات المنظمه، مثلا النقابات العماليه اللي موجوده، ان احيانا يجبر اذا كان انت عامل في مصنع او في شركه او مؤسسه معينه، يبقى اذا انت احد العاملين فيها وقد يكون منضم الى النقابه اللي موجوده. الجماعات الحره لها مطلق الحريه للاشخاص والافراد ان يدخلوا او يخرجوا من هذه الجماعات. اذا هذه الانواع العديده موجوده في معظم، قد تكون موجوده كلها في مجتمع واحد، وقد تكون موجود منها واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه في المنظمه او الشركه او المؤسسه. اذا هذه الجماعات تمارس تاثيرها، وده النقطه اللي تهمني، على الافراد، وتغير سلوكهم بما يحقق اهداف المنظمه. بس خلوا بال حضراتكم هذا مره اخرى يتوقف على الاداره الموجوده في هذه المنظمه او تلك. هل الاداره تستطيع ان تستفيد من هذه الجماعات وتكون تاثير هذه الجماعات ايجابي بما يحقق اهداف المنظمه، بما يساعد في التوسع في هذه المنظمه، ولا لا قدر الله قد يحدث العكس؟ إذا كانت الإدارة سيئة ولا تستطيع أن تستفيد من تكوين هذه الجماعات، لقدر الله قد يؤدي ذلك إلى إضمحلال المؤسسة، انتهائها، فشلها في أهدافها، وتبقى دي مقدمة النهاية. طبعا هذا موجود وهذا موجود، وكل ذلك يتوقف على الإدارة الناجحة، دور الإدارة في هذا المجتمع أو ذاك، دور الإدارة في تأثيرها على هؤلاء الأفراد، بما يؤدي في النهاية أنه زي ما قلنا تبقى دعم وسبور لتحقيق أهداف المنظمة، بما يؤدي إلى التوسع والازدهار. الدور الذي يلعبه الفرد في الجماعة، كل فرد زي ما اتفقنا له تأثير في الجماعة وله دور أيضا. مجرد أنه فعل الإنسان ينتمي إلى جماعة معينة، لابد أن يكون له دور محدد فيه. عملية انتماء الفرد إلى جماعة ليست عملية شكلية، ما ينفعش واحد يقول والله ده انا انضميت الى جماعه بس كده شكليا، لا، بل هي عمليه هادفه، سواء كانت شواخصها واضحه معلومه ام هي ضمنيه مستقره. اذا زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل، مجرد الانسان ينتمي الى جماعه معينه معنى كده انه موافق ضمنيا على اهداف ومبادئ هذه الجماعه قبل ان ينضم اليها. اذا توافق معها، مع هذه المبادئ، مع هذه الاهداف، ينضم اليها، أو يقول كله العكس. لذلك نجد أن لكل فرد دور في جماعة معينة يقوم به. النقطة أيضا المهمة جدا، قد تتعدد الأدوار التي يقوم بها الفرد وتزداد في الجماعة. ممكن هنا يجي يقول لك الجماعة أو الدور الذي يلعبه الفرد هو دور واحد في الجماعة، أو لا تتعدد، أو لا تتعدد الأدوار التي يقوم بها الفرد في الجماعة، أو لا تختلف أدوار الأفراد في الجماعة. كل ده خطأ، بالعكس، تتعدد الأدوار التي يقوم بها الفرد في الجماعة وتزداد. بعض هذه الأدوار قد يكون بسيطا، نعم هناك قد يلعب الإنسان دور بسيط في الجماعة، الفرد في الجماعة التي ينتمي إليها،
قد يكون دوره بسيط. سبحان الله، كل واحد له دور. مش قلنا كل ميسر لما خلق؟ لا، كل واحد له دور بيأدي، بس قد يكون هذا الدور بسيط، صح لا؟ وقد يكون الدور أساسي، زي مثلا أقول لك دور الأب في الأسرة مش زي دور الأخ، ودور الأخ الأكبر غير دور الأخ الشقيق الأصغر، وهكذا. رغم نحن كلنا أسرة واحدة، بس كل واحد له دور. دور الأم في الأسرة دور أساسي غير دور الأخت، غير دور العمة، غير دور الخالة، وهكذا. إذن بعض هذه الأدوار قد يكون بسيطا بحيث لا يحتاج من الفرد قدر كبير من الذكاء والمهارة والإعداد. ده بيبقى أحيانا بشكل تقليدي، ويمكن أداء هذا الدور بسهولة ويسر. لكن خلوا بالكم، كلما كان الدور الذي يقوم به الفرد صعبا ومعقدا، كان تفاعله مع أعضاء الجماعة أكبر. ده شيء طبيعي. يقول لك دور مثلا دور عميد شهادة عميد الكلية في المؤسسة بتاعته، دور سعادة رئيس الجامعة في الجامعة بتاعته، دور الوزير في وزارته، دور رئيس الدولة في الدولة بتاعته، وكل دي أدوار خلوا بالكم. إذن مع الاختلاف هذه الجماعة أو تلك، إذن كلما كان الدور الذي يقوم به الفرد صعبا ومعقدا كان تفاعله أكبر. ممكن تجي لك عبارة صح وخطأ، لا يوجد اختلاف في دور الفرد زي ما قلنا بالنسبة للجماعة التي تنتمي إليها. أقول لك لا، أنه بالفعل كلما كان الدور الذي يقوم به الفرد صعبا ومعقدا كلما كان تفاعله مع أعضاء الجماعة أكبر. ممكن أجي أقول لك كلما كان دور الفرد صعبا ومعقدا كان تفاعله مع الأعضاء الدور الأعضاء الجماعة أقل، والعبارة خطأ. ده احنا هنا نؤكد مرة أخرى، كلما كان دور الفرد صعبا ومعقدا في الجماعة كان تفاعله أكبر مع أعضاء الجماعة. واحتاج في نفس الوقت إلى قدر من المسؤولية، الابتكار زي ما قلنا، والاجتهاد والإبداع والتفكير. إذن الدور الذي يلعبه الفرد في أي جماعة ينتمي إليها فأنه يترك آثاره في شخصية الفرد. ده النقطة اللي عايزين نوصل لها، أنه بالفعل لابد هذا الدور الذي ألعبه أنا في النادي أو المؤسسة أو أي جماعة أنتمي إليها أيا كان، لابد أن يترك آثاره الشخصية على هذا الفرد. بعد ذلك أيضا عندنا العوامل المحددة للأدوار. إيه اللي خلي دورك محدد بشكل معين؟ عندنا حقيقة نحصرها في ثلاثة عوامل. العمر طبعا، ما يجيش حد يقول لي والله ليس للعمر أي تأثير على دور الفرد في الجماعة، بالعكس ده أول شيء بيحدد دور الفرد عمره. عشان كده احنا بنقول دور الشاب، ثم دور الرجل الناضج، ثم دور السيدة الناضجة، ثم بعد ذلك يقل هذا الدور. من ربنا احنا بيقول ايه؟ خلقكم من ضعف، ثم من بعد ضعف قوة، ثم من بعد قوة ضعف وشيبة. شو ده عمر الإنسان؟ المراحل العمرية لأي واحد فينا أيضا يختلف الدور، لأنه فعلا زي ما قلنا العمر له تأثير واضح على هذا الدور. ثم يأتي العامل الثاني المحدد لهذا الدور أيضا، الذكاء، الخبرة التي تكتسبها الإنسان. وإحنا قلنا محاضرات سابقة الإنسان فينا أبنائي وبناتي ما هو إلا مجموعة معارف تراكمية، ما فيش حد فينا ولد متعلم، ما فيش حد فينا ولد خبير أو مبدع في مجال معين، لكن نتيجة الممارسة، نتيجة الخبرة أصبح عنده ذكاء، أصبح عنده قدرة، أصبح عنده مهارة اكتسبها. إذن الذكاء أيضا يلعب دور أساسي، ويلعب دور أساسي في تحديد هذا من العوامل المحددة لهذا الدور الذي يقوم به في الجماعة التي ينتمي إليها أيا كان مركزه الذي يحتله داخل هذه الجماعة. وعشان كده زي ما قلنا بيختلف دور واحد عن أدوار الآخرين، كل شخص فينا له دور محدد. إذن الذكاء له دور، أقول لك نعم، بس خلوا بال حضراتكم، مش عاوز هنا حد لا قدر الله يقول لي فيه ناس أذكياء بالفطرة وناس لا قدر الله أغبياء. لا، الذكاء دي شيء نسبي وليس مطلق. احنا ممكن في مثلا عند التكرار يعلم الشطار، حاول اي حد فينا، بس طبعا ده يختلف. مش معنى كده ان كلنا اذكياء 100% او كلنا لا قدر الله اغبياء 100%، لا، هذه مساله نسبيه. يمكن الانسان ينمي هذا الذكاء ويطوره قابل للتغيير، قابل للزياده. واذا الانسان لا قدر الله ممكن يتحول الى
أضعف الأشياء للأسف. العامل الثالث المؤثر أيضا هو الحاجة التي تؤثر في هذا الدور. بالفعل احنا قلنا من أحد الأسباب الأساسية أبنائي وبناتي الذي يكون لها تأثير في دور الفرد الحاجة. أنا ممكن أنتمي إلى جماعة معينة عشان الحاجة دي لم أشبعها. الحاجة تلعب دور أساسي في التصرف بشكل معين زي ما قلنا. أحد الدوافع الأساسية اللي اتكلمنا عنها وعرفنا نظريات عديدة تحدثت عن هذه الحاجة. كانت أشهرها أذكركم فقط نظرية إبراهام ماسلو في الحاجات، نظرية ماكيلان في الحاجات، أيضا هناك عدة نظريات أخذناها في محاضرات سابقة. إذن الحاجة والذكاء والعمر تعتبر من العوامل الأساسية المحددة للدور الذي يلعبه الفرد في هذه الجماعة أو تلك. أثر الجماعة في الفرد، مش عاوز واحد يقول لي والله الفرد ممكن متأشرس بالجماعة التي ينتمي إليها. حالة التأثير بين الفرد والجماعة حالة تبادلية، يعني يؤثر فيها تأثر بها، بمعنى أن الفرد يؤثر في الجماعة والجماعة كذلك تؤثر في الفرد. زي ما شفنا البيئة تؤثر في المنظمة والمنظمة تؤثر في البيئة. قد يختلف هذا التأثير، قد يكون إحداها أقوى من الآخر، بس لابد أن يكون عملية تبادلية. أنا أؤثر في الجماعة وتأثر بها. نفس الكلام لكل شخص ولكل منظمة. تستطيع الجماعة التأثير في الفرد عن طريق التوافق والتفاهم. إمتى الجماعة تؤثر في الفرد؟ إذا اتفقت أهداف الفرد مع أهداف هذه الجماعة، حصل نوع من التفاهم، حصل نوع من الاتفاق. وعشان كده أنا قلت لحضراتكم أي واحد قبل ما يدخل في أي جماعة إذا رأى أن هذه الجماعة أهدافها ومبادئها تتفق معاه، يبقى إذا حصل توافق ولا لا؟ يبقى تأثر بهذه الجماعة أقول لك نعم، وبعد كده يبدأ تأثيره هو في هذه الجماعة. عن طريق التوافق والمطابقة يكتسب الفرد الكثير من الصفات خلال مراحل الحياة. عشان كده أنا بقول لك كل واحد انتمى إلى جماعة معينة وأصبح عضو فاعل فيها، فرد من أفراد هذه الجماعة المنتمين إليها، لابد أن يكتسب منها صفات في مراحل حياته العمرية. عن طريق الجماعة التي يلتقي الفرد بها وينتمي إليها زي ما اتفقنا إجباريا أو اختياريا، فإنها تؤثر فيه زي ما شفنا الأسرة والنادي والمدرسة والجامعة والنقابات التي ينتمي إليها. وإحنا عارفين أبناء وبنات إن شاء الله بتخلصوا كده البكالوريوس بتاعكم، واحد خد محاسبة، واحد خد إدارة أعمال، أيا كان هذا التخصص بينتمي إلى جماعة معينة نقابة. وخلوا بالكم مفيش حد يقول لي والله ما إحنا ما عندناش مثلا نقابة للمحاسبين أو نقابة لرجال الأعمال أو جماعة لرجال الأعمال أو سيدات الأعمال. إنك لا، حتى في السعودية نعم ولله الحمد الآن في جماعة سيدات الأعمال، جمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال، وهناك بسم الله ما شاء الله سيدات الآن من السمع والبصر في كل المجالات كل التخصصات. إذن كل هذه الجماعات لها تأثيرها على الفرد، وأيضا للفرد تأثيرها أيضا على هذه الجماعة. يلتقي الفرد أو يتلقى الفرد الكثير بسبب ما تتركه هذه الجماعات من آثار على سلوكياته. إذن كل واحد فينا يتعلم سلوكيات كثيرة من هذه الجماعة التي تنتمي إليه. من طول ما أنت تنتمي لهذه الجماعة فلا بد أن تكتسب منها سلوكيات معينة. للجماعة ضغوط خاصة تفرضها على أعضائها، ومن هذه الضغوط الضغوط الاجتماعية. ما ينفعش زي ما قلت لحضراتكم أنا أنتمي إلى جماعة وخالف مبادئها. زي ما احنا بنقول مثلا في بعض الدول الأخرى أو بعض المنظمات الأخرى، إنسان انتمى إلى حزب معنى كده إيه؟ إنه يؤمن بمبادئ هذا الحزب ودافع عنها. وقلنا حتى في الدول المتقدمة في المنظمات، بس خلي بالكم فيه اختلاف. يعني ضربنا مثلا بأمريكا، يقول لك ممكن في واحد ينتمي إلى الحزب الجمهوري بس عندهم حرية أكتر مثلا عن إنجلترا، إنه يخالف عقيدة الحزب يبقى مع الديمقراطيين. ده موجود في أمريكا على سنها أحيانا في لعبة الجماعات فيها من أكثر المجتمعات انفتاحا في مثل هذه النقطة اللي هي وجود الجماعات كما اتفقنا وتحدثنا عنها قبل ذلك. وشفنا ما يفعله اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية كجماعة منظمة تدافع عن حقوق اليهود
وعن إسرائيل في الشرق الأوسط بالنسبة للعالم. لكن لو انتقلنا إلى إنجلترا، أقول لك في إنجلترا فيه التزام حزبي، بمعنى أنه فيه ضغوط يمارسها الحزب على أعضائه بحيث لا يجوز لعضو مثلا في حزب المحافظين أو آخر في حزب العمال أن يخالف عقيدة هذا الحزب. إذن الجماعة لها ضغوط، أقول لك نعم. وقلنا زي كنت حضرتكم قبل كده أنه هذه الجماعات يختلف دورها وتأثيرها على كل أفرادها، وأيضا تختلف من مجتمع إلى آخر، زي ما شفنا دلوقتي ضربنا مثل بإنجلترا وضربنا مثل بأمريكا على سبيل المثال. الفرد يؤثر في الجماعة، نعم، زي ما شفنا تأثير الجماعة على الفرد أيضا الفرد يؤثر في الجماعة. إذن الجماعة تتكون من فردين فأكثر، وأن توافق الأعضاء، وإن توافق الأعضاء يعني اتفقوا صلحت الجماعة وتماسك الأعضاء. لكن قد يحدث العكس، لا قدر الله، وإن فسدت الجماعة وانحلت تشتت الأعضاء. الفرد يؤثر في الجماعة أيا كان موقعه فيها، سواء كان في موقع القيادة أو الأتباع. نجد أن دوره يؤثر في باقي الأعضاء عن طريق العلاقات التي تنشأ بينهم. يعني مش عاوز أقول لي أنه ممكن أنا أقول لك يقتصر تأثير الفرد في الجماعة في حالة وجوده في مركز القيادة، أقول لك لا، هذا خطأ. الفرد له تأثير في الجماعة أيا كان مركزه، أيا كان الوضع الذي يحتله هذا الشخص أو هذا الفرد. تأثير الفرد في الجماعة يختلف صحيح حسب المركز الذي يحتله، بس له تأثير. إذن الفرد له تأثير في الجماعة سواء كان في مركز القيادة أو كان مرؤوس، رئيس أو مرؤوس، قائد أو غير قائد. ده يرجع لأنه بالفعل لتأثره عن طريق العلاقات والأشياء الموجودة بينه وبين أعضاء هذه الجماعة. أثر الجماعة في إنتاجية الفرد، وده نطلب منه أكثر، أنه بالفعل هناك نتيجة لابد أن ندركها في هذه النقطة. لوحظ أن الإنتاج اليدوي يزيد في وجود عدد من الزملاء الذين يقومون بنفس العمل. أذكركم أبنائي وبناتي دائما تلقى الأعمال اليدوية، الأعمال البسيطة، إذا كان هناك فريق يؤديها كفريق عمل، تلقى أحيانا في المزارعين في المصانع وفي المؤسسات البسيطة اللي بتأدي خدمات، إذا كان هناك مجموعة أحيانا وأحيانا يتناولوا زي ما أقول لك أشعار وقصائد أثناء العمل، هذا يؤثر إيجابيا على أداء هؤلاء العمال. يطلق على عملية ازدياد كمية النشاط التي يقوم بها أو الذي يقوم بها الفرد بوجود زملائه من الأفراد الآخرين كلمة التسيير الاجتماعي. التيسير الاجتماعي يعني أنه الفرد يحصل له نوع من التيسير الاجتماعي إذا كان موجود في جماعة وبيؤدي هذا العمل في جماعة، بس يكون متفاعلين. شفنا زي ما قلت لحضراتكم عمليات الحصاد عندنا كانت بتتم في جماعة، عمليات جني الثمار في بعض الأشياء بتتم في جماعة. كل ده أحيانا بيزود من نشاط الفرد ويبقى عنده قدرة أكثر على الإبداع والابتكار والتجديد. لكن قد يحدث العكس في بعض الصناعات أحيانا كثيرة. العملية المضادة للتسير الاجتماعي اسمها الكبح الاجتماعي، تتمثل في هبوط مستوى أداء الفرد. لازم نعرف بالاثنين. ممكن يجي يقول لك ما هو المقصود بالتسير الاجتماعي والمقصود بالكبح الاجتماعي الذي يتعرض له الأفراد داخل المنظمات. في بعض المنظمات خاصة إذا كانت المنتجات بتاعتنا بسيطة والعمل اليدوية، قد يكون العمل الجماعي هنا يساعد في الإنجاز وزيادة تحقيق المنتجات اللي احنا نتكلم عنها أو الخدمات. لكن في بعض الأحيان قد يحدث نوع من الكبح الاجتماعي، إن الفرد هنا لا يستطيع أن يؤدي الأعمال كما يجب أن تكون ويهبط مستوى إنتاجه في حالة وجوده في جماعة. زي مثلا كل واحد فينا أثناء المذاكرة، أضرب لكم مثال واقعي، لبعض الأفراد يقول لك أنا ممكن نذاكر جماعي، يبقى ده يحصل نوع من التسير الاجتماعي ويحصل نوع من الحوار والنقاش خاصة في الكليات العملية أو بعض الكليات النظرية. تلقى فيه جماعة من الطلاب مستوياتهم قريبة جدا من بعضهم البعض، ولله الحمد قد يكون مستوى جيد وممتاز يتفاعلوا، يبقى ده نوع من التأثير الاجتماعي، ويبقى كل واحد يقول له رأي وقد يكون له مسألة، المسألة أنت معرفتهاش أنا أعرفها، وهكذا كل منه يكمل الآخر.
لكن قد يحدث العكس، تجد واحد لا يستطيع أن يذاكر إلا لوحده وفي مكان هادي بعيد عن الآخرين. أنه للأسف هناك كثير من الأفراد قد يعجز عن التفكير الهادي اللي زي ما أقول لك المبدع إلا إذا كان لوحده بعيدا عن الأفراد الآخرين، وده موجود. إذن لابد نعرف أبنائي وبناتي مرة أخرى أن هناك بعض الأفراد الذين تزداد إنتاجيتهم إذا كانوا يعملون في جماعة، وبعض الأفراد للأسف قد يؤثر هذه الجماعة وتأثر هذه الجماعة تأثيرا سلبيا على إنتاجية الفرد، وعشان كده تلقى بعض الأفراد يؤدون أعمالهم منفصلا عن الآخرين. النقطة التالية بعد ذلك أسباب تكون الجماعة، وأعتقد أنه مرت علينا هذه الأسباب. الجماعات تتكون في المنظمة إلى جانب الجماعات الأخرى استجابة لأمور عدة، وهذا التكوين الجماعات قد يتأثر بالأسباب الاجتماعية والسياسية والفسيولوجية وحتى التكنولوجية. شيء طبيعي أبنائي وبناتي أنه بالفعل الأسباب الاجتماعية والسياسية والفسيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والثقافية تلعب دور أساسي في تكوين الجماعة. وخلوا بال حضراتكم زي ما اتفقنا، ما فيش حد يقول لي والله في هناك مجتمعات تخلو من هذه الجماعات تماما، أقول لك لا. ارجع كده مرة تاني وشوف كل المجتمعات تتكون فيها جماعات، بس قلت لك هذه الجماعات يتوقف دورها على الثقافة والقيم والعادات والتقاليد وفلسفة نظام الحكم إلى آخره. قبل ده هنا سياسية واجتماعية واقتصادية كلها لا تأثير ولا نعم. أهم المداخل التبين أسباب تكون الجماعات المدخل المكاني، ثم المدخل التفاعلي، ثم المدخل الفكري والمدخل الاقتصادي. هذه مداخل اقترابات يمكن من خلالها فعلا بحث أسباب تكون الجماعات. قد يكون التقارب في المكان سبب في تكون الجماعات، قد يكون التفاعل الاعتماد المتبادل بين هؤلاء الأفراد. وإحنا قلنا الهدف الأساسي أي جماعة تتكون لابد أن يكون لها هدف وتسعى لهذا الهدف. ما فيش جماعة أبنائي وبناتي تتكون كده لا قدر الله حبا في تكوين الجماعات، لا، لابد يكون في هدف. وانت زي ما قلنا لا تنتمي إلى جماعة إلا إذا توافقت مع أهدافك ورغباتك وحاجاتك. المدخل المكاني معناه بالفعل إذا وجد الأفراد في مكان معين لفترة طويلة، في الجامعة، في المؤسسة، في الشركة، في الأسرة، في مجتمع معين، أحيانا يلعب دور أساسي في تكوين الجماعات بعد كده تلقائي. وزي ما قلنا الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، إذن التواجد المكاني قد يتسبب في تكوين الجماعات. التواجد أيضا المدخل التفاعلي، التفاعل بين الجماعات الأفراد وبعضهم البعض يؤدي لتكوين الجماعات. ثم المدخل الفكري، الالتقاء بين الأفكار وبعضها البعض. دائما الإنسان ينجذب إلى من يتشابه معه في الفكر والعقيدة والفلسفة الأيديولوجية بمعنى آخر. عشان كده قلت لحضرتك احنا خدنا تعريف الأيديولوجية قبل كده وعرفت لحضراتكم القيم والعادات والثقافات التي يدين بها بعض الأفراد أو أفراد معينين في فترة زمنية معينة. مفيش حد يقول والله أنا ما عنديش أيديولوجية، أنا ماليش معتقدات ولا قيم، ولا لا، راجع نفسك. كل واحد فينا له قيم معينة، ثقافة معينة، عادات معينة، تقاليد معينة، دي بنسميها احنا في لغة الاجتماع ولغة السياسة ولغة الإدارة أيديولوجية. وخلي بالك أيضا زي ما قلنا كل المجالات الأخرى الاجتماعية والسياسية والفسيولوجية حتى التكنولوجيا، منها التكنولوجيا تؤثر على الجميع. نعم، زي ما شفنا دلوقتي احنا هنبعد ليه؟ وجود دلوقتي الواتساب وجود كل أنواع والفيسبوك وكل أنواع التواصل الاجتماعي الحديثة. ده أنا شفت لسه رسالة ماجستير ودكتوراه تناقش أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الجماعات وعلى الأفراد، صح ولا لا؟ يبقى تكنولوجيا ولا لا؟ أبنائي وبناتي زمان ما كانش غير في القرية أو في المركز أو المدينة تليفون واحد، تليفون العمدة. عارفين تليفون العمدة اللي بنشوفه في الأفلام القديمة، التليفون اللي باسطوانة كده وبنجمع فيه الحرارة بعد 10 دقايق وربع ساعة ونص ساعة، اللي كل واحد فينا الآن ولله الحمد أما بنعمة ربك فحدث، كل واحد فينا فيه دلوقتي بالصوت والصورة معاه تليفون واثنين وثلاثة في يده. كل واحدة فينا لو فتحت الشنطة عندها تلقى تليفونه، وده من فضل ربنا علينا ولله الحمد. لأنه بس خلوا بقى لحضراتكم
التقنية ميزة. وربنا سبحانه وتعالى كل هذه الاختراعات وكل هذه الابتكارات فهي بصالح الإنسان إذا أحسن استخدامها. عشان كده قلت لكم في رسائل ماجستير ودكتوراه وما زالت هناك العديد من الجوانب الآثار الإيجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة الآن، التكنولوجيا الحديثة اللي أصبحت متاحة من خلال جهاز صغير لا يتعدى وزنه يعني غرامات قليلة. التليفون اللي في يدك كله في إيد كل واحد فينا زي قلنا تليفونه 2 و3 قادر على عمل شبكة تواصل مع كل أفراد قد يكون خارج الحدود. أنا ممكن أخذ ماجستير ودكتوراه عن طريق التواصل في أمريكا، في أستراليا، في اليابان، في ماليزيا. إذن التكنولوجيا، أقول لك نعم التكنولوجيا لها تأثيرها أيضا على تكوين هذه الجماعة. المدخل الاقتصادي هو الاعتماد الاقتصادي، أنه بالفعل يلعب دور في تكوين الجماعات. وهناك العديد، بل أنا أتصور أن الحاجة رقم واحد هيكون على الحاجات الأولية، الدوافع الأولية تشكل نتيجة أيضا كمدخل اقتصادي، أنه في هناك العديد من الجماعات التي تعتمد على بعضها البعض في إشباع هذه الحاجات. إذن أبنائي وبناتي، هناك العديد من الأسباب التي تساهم في تكوين الجماعات، زي ما قلنا قد تكون اجتماعية، قد تكون سياسية، قد تكون فسيولوجية طبيعية، وحتى التكنولوجيا منها ثورة الاتصالات دلوقتي لها تأثيرها على مثل هذه الجماعات. تماسك الجماعة، ترابط الجماعة، زي ما قلت لحضراتكم في البداية احنا كمسلمين مطالبين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا كلام المولى سبحانه وتعالى. اذا كنا احنا كمجتمعات وكدول ابنائي وبنات، اتمنى ان ترجع كل الدول العربية دولة اسلامية واحدة، ويكون مركزها ايضا المملكة العربية السعودية الحديثة الان. اتمنى ان يكون هناك فعلا قيادة حكيمة ورشيدة نستطيع من خلالها ان يسود المسلمون مرة اخرى كما كانوا السنوات أو القرون السابقة. إذن التماسك والترابط جزء مهم جدا، وصفة مهمة جدا للجماعات الموجودة عندنا في منظماتنا ومؤسساتنا، وإحنا كدول وكمجتمعات نسأل الله أن يعيد ويلم شمل هذه الأمة الإسلامية العربية. التماسك هو الرباط الذي يربط أفراد الجماعة ويبقي على العلاقات بينهم. بس خلوا بالكم، هل درجة الترابط والتماسك في الجماعات واحدة؟ أقول لك لا، تتفاوت درجة التماسك لعدة أسباب. نذكر 5 أسباب يختلف فيها قوة الترابط من جماعة إلى أخرى. أول حاجة أو أول سبب عندنا، يتأثر تماسك الجماعة بنوعية وقوة الجذب الحاصلة بين الأفراد وبعضهم البعض داخل الجماعة الواحدة. يعني هل هؤلاء الأفراد في تماسك بينهم؟ فيه قوة جذب بينهم ولا لا قدر الله فيه تفكك؟ إذن ده يؤثر على قوة وترابط هذه الجماعة. السبب الثاني أو العامل الثاني في تماسك أو تفكك هذه الجماعة، يتأثر تماسك الجماعة بحجم الجماعة وعدد أفرادها. يعني إيه؟ كلما كانت الجماعة كبيرة قد تكون معرضة للتفكك أكثر. عدد الجماعة كلما كانت أقل كلما كانت يمكن أن تكون أكثر ترابط. إذن حجم الجماعة يلعب دور أيضا في مدى ترابط هذه الجماعة وعدد أفرادها. العامل الثالث أو السبب الثالث، تتأثر نوعية التماسك بطبيعة الأهداف التي تسعى الجماعة لتحقيقها. خلوا بالكم في هذه النقطة، هل الأهداف دي شرعية؟ هل الأهداف دي مقبولة من كل أفراد الجماعة؟ إذن طبيعة الأهداف التي تسعى الجماعة لتحقيقها تؤثر على نوعية التماسك. العامل الرابع، مستوى التعاون السائد بين أعضاء الجماعة. التعاون، هل هناك تعاون؟ إذا كان في تعاون في ترابط، ما فيش تعاون لقدر في تفكك، صح ولا لا؟ السبب الخامس والأخير، نوع وطبيعة وتفاعل القيادة مع أعضاء الجماعة. واحد يقول لي يعني قيادة الجماعة لها تأثير على تماسك؟ أقول لك نعم. وخلي بالك هنا أنا بقول لك دايما وأبدا إن إحنا كجماعات بيبقى فيه قائد وليس مدير. القائد يتم اختياره طواعية نتيجة صفات معينة، هذا الشخص يتميز زي ما قلنا بكاريزما معينة، صفات يتوفر فيه تجعل الآخرين زي ما قلنا يروا فيه أنه ممكن يكون من خلال هذه الصفات وهذه العادات أنه قادر على قيادة هذه الجماعة. ومن ثم
إذا كانت هذه القيادة في تفاعل مع أعضاء الجماعة فذلك يساعد في الترابط والتماسك. لكن لا قدر الله كانت قيادة ديكتاتورية، قيادة للأسف قد تكون تؤثر سلبا على الجماعة في حالة لا قدر الله عدم وجود تفاعل بين القيادة وبين أعضاء هذه الجماعة. هذه العوامل الخمسة التي تؤثر في مدى تماسك الجماعة أو تفككها وعدم ترابطها. ديناميكية الجماعة، كلمة ديناميكية أبنائي وبناتي أذكركم فقط، ديناميكية يعني حركية، جاء من ديناميك زي ما خدنا في الثانوية العامة حاجة اسمها الديناميكا والاستاتيكا، ثابت ومتحرك. الجماعة دائما متحركة. علم ديناميكية الجماعة هي فرع من فروع علم النفس الاجتماعي، ويبحث في مجموعة المثيرات والاستجابات التي تحدث داخل الجماعة. ما هي المثيرات؟ الأشياء التي تثير الإنسان تخليه يتفاعل مع هذه الجماعة ويستجيب لمثل هذه المثيرات داخل الجماعة، ويبحث في نوعية وكيفية التفاعل بين المثيرات والاستجابات بعضها مع البعض الآخر، وفي المواقف المختلفة التي تمر بها الجماعة. إذن دائما وأبدا لابد يكون عندنا خلفية إن هذه الجماعة في حالة حركة، ما ينفعش الجماعة تبقى في حالة سكون وموت، وإلا تموت وتنتهي تضمحل تخرج تتفكك، كل واحد يخرج من هذه الجماعة. إذن الجماعة لابد أن تتميز بالديناميكية بالحركية، وده شيء مطلوب في معظم الجماعات اللي موجودة والجماعات اللي بتتكون داخل مجتمعاتنا أو مؤسساتنا. ما هي العوامل المؤثرة في ديناميكية الجماعة؟ العوامل اللي بتتأثر على حركية هذه الجماعة أو تلك. تتعدد العوامل المؤثرة في ديناميكية الجماعة ويمكن يكملها في 3 عوامل. أول حاجة تؤثر في حركة الجماعة شخصية الفرد. نعم، شخصية الفرد، كل فرد ينتمي لجماعة معينة، الشخصية الفرد دي شكلها إيه؟ لها تأثيرها الواضح؟ فأقول لك نعم، شخصية الفرد هي المؤثر في ديناميكية الجماعة وتفاعلتها داخل هذا المجتمع، داخل هذه المؤسسة، داخل هذه الهيئة. ثم الحالة الاجتماعية لكل فرد ينتمي لهذه الجماعة، ثم الظروف البيئية المحيطة بهذه الجماعة أو تلك. نعم، البيئة، الظروف البيئية يقول لك نعم لها دور أيضا في عدم حركية أو سكون هذه الجماعة. إذن شخصية الفرد لها تأثيرها، الحالة الاجتماعية لها تأثيرها، ثم الظروف البيئية المحيطة بهذه الجماعة أيضا لها تأثيرها في ديناميكية الجماعة. السلوك الاجتماعي، عندنا هنا نموذج المهارة الاجتماعية، ويتميز بتحديد المهارات الاجتماعية وأسلوب تنميتها، ويؤكد النموذج على هرمية الأداء الاجتماعي حيث أنها تقع بين نوعين من السلوك، المقصود وغير المقصود. يعني دائما وأبدا سلوك الأفراد يبدأ بالدور البسيط زي ما قلنا حتى يصل إلى الدور المعقد. خلوا بال حضراتكم زي ما قلنا من شوية، كلما زاد دور الفرد في الجماعة تعقيدا كلما زاد تفاعله، والعكس كلما قل هذا الدور وكان دور بسيط كلما قل تفاعله في هذه الجماعة أو تلك. ويشير النموذج أيضا إلى أهمية التغذية العكسية، فيدباك اللي اتكلمنا عنها قبل كده، قلت لحضراتكم قبل كده أبنائي وبناتي، كل شيء داخل مجتمعاتنا الآن في هذه الحياة يمكن النظر إليه على أنه مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية عكسية، صح ولا لأ؟ مؤسسة، نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام ثقافي، ممكن أيضا نضع له مدخلات input، عمليات process وactivity، أنشطة، ثم مخرجات output، ثم feedback تغذية عكسية. وبناء عليه إذا كانت هذه التغذية العكسية إيجابية زي ما قلنا دور الفرد يزداد والجماعة تتطور إلى، وإذا كانت هذه التغذية عكسية فعلى الجماعة زي ما قلنا لابد أن تغير من السلوك وتغير من سلوك أفرادها وتأثير أفرادها، وإلا تضمحل وتنتهي وتخرج للأسف وتتفكك وكل واحد يخرج من هذه الجماعة. إذن أسباب التفاعل الاجتماعي وسلوك الصادر عنه حالة التدعيم وحالة التمعن والتركيز. من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى التفاعل الاجتماعي تدعيم، أنا بدخل في تفاعل مع الجماعة لكي زبون نحقق رغباتي، نلبي حاجاتي ونشبع حاجاتي. إذن الفرد يتلقى الدعم من الجماعة التي ينتمي إليها، ويلقى أيضا حالة التمعن والتركيز، يستطيع أن يركز في الأشياء ويستطيع أن يستفيد، حالة الاستفادة تتم أيضا في خلال الجماعة والتفاعل الجماعي. إذن هنا لابد يكون لهذا التفاعل الاجتماعي تأثيره الواضح على سلوك الفرد.
التباين بين السلوك الاجتماعي والمهارات المحركة. في هنا مجموعة من القواعد الحاكمة للسلوك الاجتماعي، الريولز، القواعد، الإجراءات التي يمكن أن تؤثر على السلوك الاجتماعي، لها تأثيرها الواضح في سلوك كل واحد فينا في هذه الجماعة أو تلك، في هذه المنظمة أو تلك. ولابد زي ما قلنا القيادة الناجحة تستطيع أن تضع من القواعد والإجراءات ما زي ما قلنا ينمي دور هؤلاء الأفراد بمحقق أهداف المنظمة. استراق دور الآخرين، هل بالفعل إحنا في السلوك الاجتماعي ممكن أن أنا زي ما قلنا حتى في أذكركم بس بالإدارة اليابانية. الإدارة اليابانية فيها شيء مميز، أنه ممكن زي قلت لحضراتكم قبل كده أن الموظف يلعب دور زميله، أن الموظفة تحتل أو تلعب دور زميلتها أثناء غيابها بنفس المستوى، وده ميزة في الإدارة اليابانية. هل ممكن بالفعل نطبق هذه الأشياء ويبقى لها دور مهم عندنا في سلوك الاجتماعي بتاعنا ولا لا؟ ثم المبادئة المستقلة، لابد يكون فيه نوع من الابتكار والتجديد، وزي ما قلنا التحفيز الذي يساعد على الابتكار والتجديد والاختراع. وده برضو يؤكد مرة أخرى المبدأ الأخير في مبادئ ويليام أوشي الياباني، اللي هو زي ما قلنا اللي هي إيه؟ الثقة والمودة والمهارة. المهارة يعني مبادئة، يعني سكيلز معين، يعني اختراعات معينة لابد أن نتميز بها كل واحد فينا داخل هذه الجماعة بما يعود على هذه الجماعة والسلوك الاجتماعي الجيد ويحقق أهداف المنظمة. ثم نتكلم عن نقطة أيضا، إدراك الفرد. إمتى أنا نتفاعل مع الجماعة بشكل إيجابي؟ ساعة ما يكون الاستجابة بتاعتي صحيحة. الاستجابة الصحيحة والفعالة للسلوك الاجتماعي للآخرين تتطلب أن ندركهم ونفهمهم بدرجة من الدقة والوضوح، وتؤكد المهارات الاجتماعية على أهمية حصول حالتي الإدراك والاستجابة عند الفرد. إذا لم أدرك الآخر، عشان شفنا إحنا قبل كده وحددنا الله يرضى عليكم نافذة جوهار عندنا مرت علينا قبل كده وتحدثنا عنها، لو أنا فهمت نفسي وفهمت الآخرين ده أفضل أنواع زي ما قلنا الفهم لنفسي وللآخرين، وده أفضل أنواع الإدراك في المنظمة، في الشركة، في المؤسسة، في المجتمع. لكن ممكن واحد يفهم نفسه ما يفهمش الآخرين، ما يفهمش نفسه يفهم الآخرين، وما يفهمش نفسه يفهمش الآخرين، وده أسوأ الأنواع. عشان كده يمكن تصنيف الأفراد تبع لتكونهم الفكري إلى المنطوي، وده مر علينا قبل كده وعرفناه، المنعزل عن الناس، الاجتماعي المتفاعل. حتى وممكن يجي واحد يصف فينا يقول لك والله ده انسان اجتماعي، ده انسان اجتماعيه، ده انسان منبسط، الانبساط يعني الممتد، يقول لك ده وادي منبسط يعني واد دايما وابدا. ده واحد يقول لك حتى بلغه بسيطه بتاعتنا يقول لك والله النهارده انا مبسوط، مزاجي رايق، يعني دايما متفتح، دايما مساحه اكبر ممكن نتقبل الراي والراي الاخر. ثم ايضا عند المستقر عاطفيا تبقى واحد هادي دايما تلقاها يعني في تفكيره عقلاني. ثم عندي الذكي اكسلنت، دايما فيه نوع من الذكاء، المهاره اللي موجوده عنده، وقلنا هذا الذكاء مكتسب يمكن الانسان يكتسبه. نعم في عمل وراثي بس قلنا بشكل نسبي، لكن ممكن الانسان ينمي هذا الذكاء لديه. ثم المتيقن، يعني اللي عنده يقين، دايما عنده ثقه في نفسه. وقلنا مره اخرى ابنائي وبناتي، عشان كده أول مبدأ في النجاح اللي هو الثقة، وزي ما قلنا لابد يكون فيه نوع من زي ما قلنا التيقن والثقة، لابد أن تكون موجودة في بعض الأشخاص. نعم عندهم ثقة في نفسه وفي الآخرين وفي المجتمع وفي القيادة بتاعته، لو وجد هذه الثقة أكيد تؤثر على إدراك الفرد وتؤثر على سلوكه سواء في الجماعة أو في المنظمة التي ينتمي إليه. المواقف، قوانينها وخواصها، الأهداف لتسعى تسعى إلى هذه الجماعة تحقيقها والفرد تحقيقها، ثم القواعد اللي يلتزم بها، المهارات الخاصة الموجودة أيضا في كل موقف وتحتاج إلى كل موقف، ثم استعداد العناصر والأفراد، استعداد الشخصي لكل فرد، ثم دور كل واحد فينا، ثم الهيكل الفكري والمعرفي. وهنقول كده صحتكم من شوية إن الفرد فينا هو عبارة عن مجموعة معارف تراكمية. الإنسان يطلب العلم من المهد إلى اللحد. عشان كده أبنائي وبناتي أول آية قرآنية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، العلم، العلم ثم العلم. بعد ذلك أيضا عندنا ثم التشكيلة البيئية، يعني أثر البيئة في المواقف والأشخاص وفي الجماعات وفي المنظمات لها دور فعال فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه الفرد في المنظمة.
الصداقة في المنظمة. حد يقول لي هل الصداقة لها علاقة بالتأثير في المنظمة؟ أقول لك نعم. تمر الصداقة بأربع مراحل: مرحلة اللقاء في مجال العمل أو في مكان يوفر المسببات. مش احنا لسه قلنا من أسباب تكون الجماعات اللي هو المكان. أنا بعيش في منظمة، أحيانا يبقى وقت اللي بقضيه فيها أكتر من اللي بقضيه في أسرتي في بيتي. يلا عبد الأسف تكون هذه المنظمة وبحقق أهدافها. الإكثار من التقارب مع الطرف الآخر كنتيجة لحالة التدعيم أو الاكتشاف الجديد والتعرف على أوجه التشابه. أي واحد متفق معاك في قيمك وأفكارك قلنا يحصل نوع من الانجذاب وتبقى فيه نوع من الصداقة. الإكثار من الإفصاح عن مكونات الذات والتعبيرات. واحد يقول لك والله ده صديقي. الصديق هنا الذي زي ما قلنا، بس خلوا بالكم الصداقة هنا لها شروط. قد يكون البعض فينا يعرفها والبعض الآخر لا. الصديق شرطه من وجهة نظر المتواضعة: إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت الله ذكرك. هذا هو الصديق الصدوق زي ما نقول. دايما يذكرك بأنه فعلا في ثواب وعقاب، إن فيه كل الأشياء الإيجابية يجب أن نتعاون عليها. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ده شروط الصديق الصالح. إذا كان عندي واحد أنا صديق فعلا وثقت فيه، نفضفض سويا بس في الأمور التي يمكن أن تفيدنا سويا، وتفيد مؤسستنا، في مجتمعنا، في دولتنا. واحيانا تحدث حاله الانحلال لا قدر الله، قطع علاقه سبب او لاخر. ممكن في لحظه معينه انا كان لي صديق بس للاسف حصلت قطيعه بيننا. قد يكون سبب سوء تفاهم زي ما بقول لك، مش اندرستاند، حصل خطا انه بالفعل يؤدي الى قطع العلاقه. عشان كده لكن الصداقه موجوده في المنظمه، وقد يكون لها تاثيرها الايجابي فيما يتعلق بالتاثير على اهداف هذه المنظمه. أنواع السلوك الاجتماعي التفاعلي. تتعدد أنواع السلوك الاجتماعي التفاعلي ويمكن إجمالها في خمسة: التعاون، وده أتصور أنه هو أهم نوع من أنواع السلوك الاجتماعي، بل بالعكس الجماعات وجدت أصلا من أجل التعاون. وعشان كده في القيادة أفضل أنواع اللي هي التعاون، أفضل أنواع اللي هو المشاركة، يتعاون ويتشارك مع المرؤوسين عنده، القائد الناجح، القائد الفعال. لكن هناك أيضا نوع من السلوك الاجتماعي المنافسة، بس أنا أقصد هنا المنافسة الشريفة من الشركات، من الأفراد، من المؤسسات. قد يكون هناك أيضا سلوك اجتماعي بس فيه نوع من الصراع، بس زي ما قلنا الصراع الذي لا يتعدى حدود معينة. لو القيادة عندي ناجحة أصلا أتحكم في مستوى الصراع، لكن ما أقدرش أقول لك والله يمكن القضاء تماما على الصراع. في أيضا نوع من السلوك الاجتماعي اللي هو يتميز بالمهادنة، يعني حتى احنا نقول لك أخذنا هدنة، احنا زعلانين شوية لكن احيانا في خصام وفي عراك، بس اخذنا هدنه. زي ما اقول لك لا قدر الله الحروب التي تحدث، اقول لك ايه، تم الاتفاق الى هدنه، وقف الصراع لفتره معينه. ايضا عندنا سلوك اجتماعي فيه نوع من المهادنه، يعني تجنب الدخول في معارك وصراعات. ثم عندنا النوع الاخير اللي هو التقليد، ان يحدث نوع من التقليد بين هذه الجماعات او تلك فيما يتعلق بهؤلاء الافراد داخل هذه الجماعه. اخر نقطه عندي السلوك التفاوضي. مره اخرى احنا خدنا ابنائي وبناتي محاضره كامله عن السلوك التفاوضي، عن التفاوض. هناك عده نماذج للسلوك التفاوضي. النموذج الاول: التفاوض هو لعب التوجهات استراتيجيه. كلمه استراتيجيه ابنائي وبناتي يعني طويله المدى، انه بالفعل قد يكون التفاوض وسيله اساسيه تلجا اليها المنظمات او المؤسسات لتحقيق اهدافها، وده وارد. النموذج الثاني: التفاوض هو حالة نضال وكفاح من أجل تحقيق الأهداف على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى المنظمات. النموذج الثالث: التفاوض هو حالة تعاون بين متنافسين. التنافس ده موجود أبنائي وبناتي، ولا أستطيع أن ألغي التنافس، لأن لولا التنافس ما كانش في إبداع. إحنا كطلبة وطالبات بينا تنافس، أقول لك نعم. التنافس هنا زي ما قلنا الحميد وليس المذموم. التنافس الإيجابي وليس السلبي الذي بين الموظفين، أقول لك نعم. عشان كده بيبقى الطالب المثالي، الطالبة المثالية، القسم المثالي لو أنا عند شركة أو مؤسسة، العامل المثالي، العاملة المثالية، الموظف المثالي، الموظفة المثالية، ده للتنافس فقط، لكن لا قدر الله مش للغيرة والحسد إلى آخره. ده أيضا سلوك قد يكون موجود داخل هذه المنظمة. النموذج الرابع: التفاوض هو عملية محددة ذات مسارين. انه بالفعل لابد ان يكون التفاوض هنا زي ما قلنا الكل يستفيد منه. التفاوض للاسف مش مكسب وخساره،
كنية تتفاوض الإنسان لتحقيق مصالح، أنت حقق مصالحك وتحقق مصالحي. وخلوا بالكم دائما عندما نبدأ في التفاوض زي ما اتفقنا أن نبدأ بنقاط الالتقاء ثم بعد ذلك نتفاوض في نقاط الاختلاف. دائما وأبدا عشان تنجح لابد أن ترى زي ما أقول لك النصف المملوء من الكوب الأول، وبعد كده نشوف النصف الفارغ ده إيه اللي حصل فيه نتفاوض من شأنه. النموذج الخامس والأخير، التفاوض هو حال التفاعل متبادل بين شخصين أو جماعتين أو أكثر. لابد هنا اللي احنا قلنا عليها قبل كده وسمناها أطراف التفاوض. أبنائي وبناتي، نصل بذلك إلى نهاية هذه المحاضرة. أتمنى أن أراكم بإذن الله تعالى في محاضرات أخرى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.